وأعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت في كافة محافظات الجمهورية تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة أحداث العنف التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف لقافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي بمؤسسة صنع الخير، عضو التحالف الوطني. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. في البداية، كيف رصدتم شكل إقبال المواطنين على هذه الحملة حتى الآن؟ طيب، الحقيقة أنا بس ما كنتش سامع مع حضرتك، يعني لو تديني تفاصيل أكتر عشان إجابتي تبقى واضحة. احنا يعني حضرتك الحملة اي حملة بالضبط عشان برضو ابقى جولاني انا دخلت، وحضرتك على السؤال مباشرة. انا اتحدث عن اعلان مؤسسة حياة كريمة لمشاركتها في الحملة الشعبية التي اطلقها التحالف الوطني للتبرع بالدم للاشقاء في فلسطين. كيف كان اقبال المواطنين استاذ عصام؟ طيب، على مثل هذه الحملات في هذا التوقيت؟ طيب، خليني أقول لحضرتك أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحقيقة انطلق بحماس شديد من كل فرق عمل مؤسساته ومن متطوعيه، وكان يعني بيصدر ملحمة إنسانية رائعة، كان منتشر في كل محافظات الجمهورية، كان في تنسيق كبير مع وزارة الصحة، كان في تنسيق كبير مع بنك الدم، كان في سيارات متنقلة في أماكن تم الإعلان عنها لجمع أو للتبرع بالدم. الحقيقة كمان المتطوعي التحالف ومتطوعي مؤسسة صناع الخير وكل مؤسسات التحالف كانوا بيستهدفوا ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول إن هم نفسهم يبدأوا بالتبرع، الهدف الثاني يوعوا الناس حوالين أهمية التبرع، الهدف الثالث إنهم ينظموا عملية التبرع عشان أكبر عدد ممكن من الأهالي يتبرع. عشان كده الحقيقة بالتنظيم ده وبالتنسيق ده يعني كانت الحصيلة على مدار اليوم كميات كبيرة من التبرع بالدماء. الحقيقة كمان التحالف الوطني ومن خلال كل مؤسساته وحياة كريمة اشتغل في القطاع الطبي بجانب التبرع بالدم على توفير بعض الأجهزة الطبية الضرورية للمستشفيات وتوفير كميات كبيرة من الأدوية. كل ده الحقيقة يحفز ودعم انه المساعدات الطبيه اللي بيقدمها التحالف الى حد ما ان شاء الله باذن الله تكون بتسد احتياج حقيقي في مستشفيات قطاع غزه ان شاء الله. طيب، حضرتك ذكرت النقطه المتعلقه باجهزه طبيه مطلوبه يتم توفيرها للجهات الطبيه في فلسطين. كيف يتم تنظيم هذه العملية؟ هل هناك تواصل على سبيل المثال مع جهات معينة تحدد أو تساعد بشكل ما في تحديد ما الأجهزة الطبية المطلوبة، مثلا عدد أكياس الدم المطلوبة في فلسطين حاليا، أم كيف تتم هذه العملية؟ خلينا أقول لحضرتك أنه التحالف من بين أهم استراتيجيات عمله التنسيق الشديد ما بين كافة مكوناته وما بين الأجهزة التنفيذية في الدولة وما بين الأجهزة السيادية اللي لها تواصل مع الجهات الخارجية. بالتأكيد الاحتياجات الأساسية في القطاع الطبي داخل قطاع غزة كان فيها مراجعة مع أكثر من جهة، وعلى ضوء ده بدأنا في إطلاق حملات التبرع بالدم. من بين الأجهزة اللي كانت بتمثل احتياج داخل مستشفيات قطاع غزة أجهزة التنفس الصناعي،
ودي التحالف بيجهز لاعداد كبيره من اجهزه التنفس انها تدخل القطاع ده من المساعدات. وعلى سبيل المثال وباعتباري مدير المركز الاعلامي لصناع الخير عضو التحالف، بنشرف ان احنا بنساعد في قوافل دعم غزه في القطاع الطبي ب 40 جهاز للتنفس الصناعي ان شاء الله باذن الله يبقوا ضمن القوافل اللي داخله القطاع قريب باذن الله. شكرا جزيلا الأستاذ عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي بمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني على هذه المداخلة.